مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل البطاطس الأومليت، بطاطس بالبيض، برضو من الأكلات اللي تناسب السحور. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. أدير عجة البطاطس، حوالي نص كيلو بطاطس أنا مقشرها، وخمس بيضات، ونص كوباية جبنة البارميزيان، وفلفل اسود، وجوز الطيب، ملح، وبقدونس يعني حوالي نص كوباية، وزيت. هستخدم مثلا زيت الزيتون او زيت الكانولا. تعالي نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة هعملها هقطع البطاطس بالشكل ده، شرايح كده بالسمك ده. في نفس الوقت بغلي مية واحط لها شوية ملح، واحط البطاطس تستوي، بس مش هسويها للاخر، يعني مش تتهري. عبال ما البطاطس تتسلق بجيب بولة واحط فيها البيض واضربه. خمس بيضات، اضرب الاول بيض كويس، وبعد كده اضيف الجبنة والفلفل الاسود والبقدونس، بعد كده ابشر عليها جوز الطيب واحط شوية ملح، اقلبه كويس قوي كده. البطاطس استوت وصفيتها وشطفتها بمية ساقعة عشان تبقى باردة، ما اقدرش احطها سخنة على البيض. هي زي ما احنا شايفين مش مستوية، يعني مستوية بس ماسكة نفسها. احطها واقلبها كويس، بعد كده ابتدي اسويها. بجيب مقلاية بمقاس العجة، لازم تكون تيفال عشان هقلبها بعد كده، واحط زيت زيتون ممكن بزيت عادي ما يجراش حاجة. اول ما يسخن اقوم حاطة البطاطس مع البيض، ولازم المقلاية تكون بغطا. هي كده سخنت، احط البطاطس مع الخليط كله وابتدي اوزعه. اخلي بالي البيض يبقى متوزع في الصينية كلها، في المقلاية كلها، والبطاطس برضه. النار عالية دلوقتي شوية، اول ما احس انها سخنت اوطي النار، اما الاقي فقيع كده اوطي النار، وفي نفس الوقت اغطيها، لازم اغطيها. زي ما احنا شايفين البطاطس استوت والبيض كله تماسك، مفيش حاجة سايلة. هبتدي اعمل حاجة، بجهز اي طبق او صاجة او اي حاجة اقلب عليها. بس انا لقيت الطبق بتاع الميكرويف ما يكونش ليه صور كده، وابتدي اقلب، بس اكون حريصة وانا بقلب عشان ما تلسعش. احط عليه كده، قلبته بهذا الشكل، وبعدين ارجعه تاني. طبعا كل ده والنار هادية، هسيبه لمدة 5 دقايق بس عشان يمسك، يدي لون من تحت مش اكتر، لان هو اوريدي استوى. مغطهوش بقى. البطاطس انا نقلتها في طبق كبير، ممكن اقسمها واقدمها، ممكن النوع ده ممكن يتقدم سخن او بارد. زي ما احنا شايفين شكلها مستوي وحلو، وطعمها كمان لذيذ جدا. حاولوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.